للمزيد ينضم إلينا من واشنطن الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. كريم أهلا بك ومرحبا. يعني لقاء يراقبه العالم بعد التنديد والتهديد غير المباشر من الجانب الروسي يعني نية البلدين فنلندا وسويد للانضمام للناتو، بالطبع صورة أقرب لديك لو تطلعنا عن مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء. نعم شيماء، بالتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف اليوم بأنه يوم تاريخي، بأنه يرحب بقوة بانضمام السويد وفنلندا، وذكر لزعماء البلدين رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون وأيضا الرئيس الفنلندي نينيستو، ذكر لهم بأنه يدعم بقوة ويطالب أعضاء الكونغرس الأمريكي خاصة أعضاء مجلس الشيوخ بالموافقة سريعا، ويعني بتسريع الإجراءات الخاصة بالتصويت على الموافقة لانضمام كلا البلدين لحلف شمال الأطلسي الناتو. ذكر بأن فنلندا والسويد تمتلكان بالتأكيد قوات عسكرية قوية، وبأن انضمامهما سيعزز من قوى التحالف الخاص بحلف شمال الأطلسي، بأنه يتم استخدام بالتأكيد المادة الخامسة من ميثاق الناتو، يعني والتي تنص على أن أي دولة يتم الاعتداء عليها داخل التحالف هو اعتداء على كامل دول التحالف، والتي يعني يبلغ عددهم الآن 30 دولة بعد انضمام مقدونيا في عقاب يعني مارس 2020، وقبلها كان الجبل الأسود في عام 2017. الآن نتحدث عن انضمام دولتين جديدتين، وبالتالي هذا الأمر ربما يلقى يعني بعض الاعتراضات الروسية. هناك كلمة بثت اليوم بشكل مباشر لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذكر فيها بأن بالتأكيد انضمام تلك الدول ربما لا يهدد بشكل مباشر الأمن القومي الروسي، ولكن ما سيحدث بعد ذلك، يقصد بذلك بالتأكيد القواعد العسكرية الخاصة بحلف شمال الأطلسي الناتو، إن كانت أمريكية أو إن كانت أوروبية. ذكر بأن رد الفعل الروسي سيتوافق مع تطورات الأوضاع على الحدود، وبالتالي الآن نتحدث عن أن حلف شمال الأطلسي الناتو اقترب أكثر فأكثر من الحدود مع روسيا. ونذكر بالتأكيد بأن السبب الرئيسي للعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا كان رغبتها في الانضمام للتحالف. جو بايدن ذكر بأن يعني تم استخدام يعني الميثاق أو المادة الخامسة من الميثاق في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 من اعتداءات على يعني المنشآت الأمريكية، تم تفعيل المادة في هذا العام تحديدا، بأنه حلف الناتو ساهم في حفظ الأمن الأوروبي على مدار عقود، وبأنه بالتأكيد مستمر في هذا الأمر، وبأن التحالف يعد الأقوى عسكريا على مستوى العالم. طيب كريم، بما أن الولايات المتحدة ربما هي من تتزعم هذا الدعم أو يعني هي الأكثر دعم لهذه الخطوة، والدليل على ذلك هو لقاء هذا اليوم والدعم المقدم على لسان جو بايدن الرئيس الأمريكي، ما بيد الولايات المتحدة خصوصا وأنها أعلنت في وقت سابق بأنها ستقدم كل الدعم للبلدين في حال التعرض لتهديد أو عدوان غير مباشر من الجانب الروسي على خلفية هذا الانضمام؟ يعني ربما التحدي الأكبر بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية هو رفض واحدة من الدول الأعضاء على انضمام فنلندا والسويد، وتجرى مشاورات مباشرة بين الإدارة الأمريكية وبين تلك الدولة للعدول عن موقفها الرافض لانضمام كلا البلدين. وربما اليوم الرئيس الفنلندي ذكر بأن يعني الأمن الفنلندي من أمن الدولة الأخرى، بأن بالتأكيد انضمام فنلندا والسويد سيعزز من قوى حلف شمال الأطلسي الناتو، لن يعني يقلل من كفاءة القوات العسكرية، ولن يؤثر على أمن أي دولة هي ضمن التحالف. وبالتالي الإدارة الأمريكية الحالية لديها تحدي كبير، خاصة أنه يجب موافقة كامل الأعضاء 30 المتواجدين ضمن تحالف الناتو على انضمام فنلندا والسويد، وأن يعني استخدام أي دولة لحق الفيتو في الرفض بالتأكيد يؤدي إلى عدم انضمام تلك الدول، ويعني يعتبر ذلك بالتأكيد هي يعني المشكلة الرئيسية الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية في كيفية إدخال الدولتين إلى التحالف، خاصة وأن الولايات المتحدة شيماء تحاول محاصرة روسيا من كافة الجهات حقيقة، وبانضمام السويد وفنلندا سيساهم ذلك من يعني موقف الولايات المتحدة في هذا الأمر،
باقتراب حلف شمال الأطلسي الناتو بقواعده العسكرية وقواعده الجوية ويعني منظومات صواريخه من الحدود الروسية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك.